اهلا بيكم منورين النهارده اول يوم تصوير. بنبارك لك الف الف مبروك على فيلم وش سجون. وكلمنا بقى الفيلم بيتكلم عن ايه؟ الفيلم اخراج الاستاذ عبد العزيز حشاد والتاليف لمصطفى السبكي، وهو بطولتي انا ومجموعه هايله من النجوم، احمد عزمي وفلوكس ودينا فؤاد وعزيزه ومحمد شرف، مجموعه كبيره مش عايز انسى حد، بس الناس انا بحترمهم وسعيد ان انا بشتغل معاهم. الفيلم بقى بيتكلم عن ايه؟ بيدور في اطار ايه؟ ودورك في الفيلم؟ هو دوري بلعب دور جابر، وهو حد خرج من السجن ودخل السجن تاني وبيقابل مجموعة ناس، كل واحد بقى بيبقى عنده مشكلة مختلفة. فيلم مميز ومكتوب حلو، وأنا بالنسبة لي سعيد أنا بعمله. أنا عرفت أنت دخلت السجن 3 مرات بسبب إناس، إيه المشكلة؟ الموضوع كبير ده. هما مرتين بسبب إناس، وناس عاملة دور حلو قوي، يعني أنا مبسوطة بشتغل معاها. اشتغلنا في الريان واشتغلنا في الوالدة باشا مع بعض. مشاركتك بقى، مين اللي بيشاركك في العمل؟ معايا احمد عزمي ومعايا محمد شرف ودينا فؤاد وايناس ومجموعه كبيره يعني، وفلوكس طبعا معايا مجموعه هايله. فعلا الفيلم خاص كله بيدور حول ان المسجونين بس اللي في السجن، ولا بيتطرق لقضايا تانية في الفيلم؟ هو بيتكلم على العالم السجن تحديدا، بس طبعا بنخرج نطلع نشوف ايه اللي حصل بالظبط ونرجع تاني على السجن. انت بقى خلصت حلاوه روح ده، هنشوفه امتى ان شاء الله؟ هو الفيلم خلص والموضوع بس سليم محمد صبكي هو المنتج، بس ان شاء الله ينزل قريب. ايه بقى والدراما؟ صديق العمر بس ولا في حاجه تانيه؟ صديق العمر بس مع الاستاذ جمال سليمان واخراج عثمان ابو لبن. نبدا تصوير امتى؟ ان شاء الله في شهر 2، في نص 2. نورتنا والف مبروك. شكرا منورين. ناس عز الدين معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكم، اهلا باخبار اليوم، وسعيده جدا ان انتم معانا النهارده في اول يوم لوكيشن وش سجون. عايزين بقى بنبارك لك الاول على وش سجون، وعايزين بقى تعرف انت بتقدمي لنا ايه من خلال وش سجون. بصي، هو اول تجربه ليا في السينما، ويا رب ان شاء الله يعني انجح زي ما نجحت في الدراما اللي انا خايفه جدا. هكلمك عن عزه النهارده، بتعمل مفاجاه كبيره جدا. هي مرات باسم سمره اللي هم مفروض في الشخصيه جوزي. بيخش السجن اول مره عشاني، تاني مره عشاني، تالت مره عشاني، بس مش هقولك اكتر من كده. وهتشوفوا بقى مفاجآت في الفيلم، وهتشوفوني بلوك جديد زي ما انت شايفه، وهتشوفوني بحاجات تانية مختلفه، فان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تكونوا معانا في العرض الخاص عشان تباركونا. كلميني بقى، مين اللي رشحك للفيلم؟ اللي رشحني للفيلم اولا المخرج والمنتج طارق عبد العزيز لاول انتاج للفيلم، وان شاء الله تكون يعني فتحه خير علينا كلنا. ومش عايزه اقول لك ان الفيلم انا حباه قوي، لاني جمع نخبه كبيره جدا من النجوم، وتاليف مصطفى السبكي طبعا، ورق هايل مختلف، في حاجات كل واحد طالع بالشخصيه بتاعته، عاملها بشكل مختلف، القصه حلوه قوي، فان شاء الله يعجب الناس. انا شفت في استعراض في الفيلم، انت بتقدمي استعراض؟ لا، مش استعراض، هي رقصه كده في يعني في نطاق الحوار والديالوج والمشهد يعني، بس فهنشوفها يعني زي ما انت شفتوني كده النهارده في ده، بس بعد كده هتشوفها في حاجه ثانيه خالص، هتشوفها مختلفه تماما. مين بقى بيشاركك في الفيلم؟ بيشارك في الفيلم زي ما قلت لك نخبه كبيره جدا، في الاستاذ احمد راتي، في سعيد ربيك، في احمد فلوكس، احمد عزمي، دينا فؤاد، احمد العيساوي مطرب، في ناس كتير قوي، مش عايزه انسى حد يعني. اهلا بيكم، انا كمان برحب بيكم. اهلا بيكم. كلمينا بقى، انت النهارده بتقدمي دور ايه من خلال فيلم وش سجون؟ ايوه، وش سجون. بلعب شخصيه بنت اسمها كوثر، دور جديد ومختلف عليا تماما، مفاجاه ليا ومفاجاه للناس. انا كنت اول ما قريت الموضوع كنت متخوفه منه جدا، لاني يعني بس الشخصيه استفزتني لدرجه ان انا لا قلت يعني اعملها، ويعني ان شاء الله تعجب الناس باذن الله. والله يا بصي، هو دور فيه شر، يعني هي البنت يعني فيها شر، لدرجه ما انا يعني اتكلمت مع الاستاذ عبد العزيز حشاد المخرج، هي ايه نسبه الشر؟ ليه بتعمل كده؟ يعني ليه بنعمل كده دي؟ او هتعرفوها بقى لما تتفرجوا ان شاء الله على الفيلم. اهلا بالساده المشاهدين، واهلا باخبار اليوم. عايزينك بقى تكلمنا النهارده، انت بتقدم لنا ايه من خلال وش سجون؟
أنا النهاردة مشارك في مع أبطال الفيلم وفريق العمل كله بغنوتين، غنوة هانك راقصة وغنوة دراما على أحداث الفيلم إن شاء الله. مش هتمثل خالص، هتغني بس في الفيلم؟ لا، المرة دي إن شاء الله غنى، والمرة الجاية إن شاء الله هيبقى فيه دور إن شاء الله. أغنيتين بقى اسمهم إيه وتعاونت فيهم مع مين؟ أنا عامل أغنية اسمها وحياة أبوك تقول، دي كلمات الفنان أحمد شريف وألحان وتوزيع علاء غنيم، وأيضا أغنية يعني اللي هي الدراما برضو كلمات أحمد شريف وألحان وتوزيع علاء غنيم. بقى تسمعنا حاجة في أخبار اليوم. أسمعكم أغنية الفيلم. وحياة أبوك تقول لي جبت الكلام ده منين، ده أنا مرسلك واصل لي يا دوبك من يومين، أنا خدت بعض ورحت جاي جاي جاي، أنا قلت أشرب وياك شاي شاي شاي، ما هو برضو ناخد ولا ندي في كلمتين، كلمة منك كلمة مني، حبة عندك حبة عندي، واللي بينا يا حلو اصفى في كلمتين وحياة أبوك تقول لي. ونقول له بقى بتقدم لنا ايه في الموش سجون؟ ان شاء الله نعمل اغنيتين في الفيلم، وطالع بمثل في السجن مع استاذ احمد فلوكس واستاذ باسم سمره، وبنقدم اغنيتين في الفيلم ان شاء الله وكده يعني. خليني بقى عن دورك في الفيلم. ودورنا طالع صبي في الفيلم احمد فلوكس وكده، شغال معاه في الحبس وكده، ما بيحصل سجاير وكده، ومعاه في السجن واخر ما بنخلص بيدينا علبة سجاير اخر شغلنا، ده دوري في الفيلم. وفي مشاهد بره السجن برضو حاجات كتير يعني، وزائد اللي احنا عامل لهم اغنيتين ديويتو برضو، كما بيغنوا معانا استاذ باسم سمره واحمد فلوكس وكده. اول مره تمثل؟ اول مره في الفيلم ده ان شاء الله مع استاذ طارق عزيز منتج الفيلم. اول مره. مين اللي رشحك في الفيلم؟ استاذ طارق عزيز اللي هو المنتج الفيلم هو اللي رشحنا. اغنيتين بقى اساميهم ايه؟ اللي هو في اغنيه اسمها فك الدقيقه، والثانيه لسه ما سناش على اسمها يعني. هنسمع منكم غنوه. ماشي، احنا ممكن نغني لك حته من الاغنيه بتاعت الفيلم وحصريه عشان حضرتك وعشان لان ممنوع، بس نقول دي جوه السجن. ولا فردي ولا مقروطة، احنا شباب مظبوطة، ولا فردي ولا مقروطة، احنا شباب مظبوطة، احنا الحبسة جية رجالة ومية مية. دي واحدة جوه الفيلم دي برضو. الفيلم بقى نسمع حاجة. ممكن نسمع مصطفى شعبان، ده مجنن النسوان، هتشوفوا مين هيجنن مين، سباح حريم والله جامدين، الخفة والدلال وكله بالحلال، وكل دول حريمه بجد الله يعينه. طب ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده، عيب عليك في السن ده، يطلع منك كل ده. دي مره ممكن الميجا في جدي كده ما نزلتش، يا ميت نجاف على المجدع، اللي ابويا قال لي ارمي الشبكبك، امي قالت لي البحر ياكلك، الشندر بند النو هنولع يا دي الجو، الشندر بند النو هنولع يا دي الجو.